فهمني شو هالتصرفات. سونيل سونيل جيب طفاية الحريق بسرعة. يلا شفت لوين وصلتنا؟ بسببك عم يحترق الفندق تبعي. استاذ لك شو صار معك؟ استاذ 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 النار انتشرت بكل مكان. اسمع لقلك روح خلي كل الناس بالطابق تطلع وانا رايح فضي غرف للضيوف. يلا تحرك يلا فوق كل الناس تطلع. لو سمحتوا اطلعوا يلا بسرعة. يلا بسرعة بسرعة. هربوا هربوا بسرعة. يلا ما سمعتيني شو عم احكي او لازم اترجاكم لحتى تطلعوا. الكن واحد واحد انه تنقذوا حياتكم. يلا هربوا يلا يا جماعة لبرا. يلا بسرعة اختي. ما حدا يبقى هون. بسرعة لبرا. بسرعة بسرعة. كل الحق على بالفيندر هو يلي خرب كل شيء. ريشي ما شافني ولا انتبه لي. شو هالحظ اللي عندي؟ أنا طالعة حلوة كتير رايحة فرجي حالي وبرجع بقصد لك. شو بك انتي؟ شو جنيتي؟ لوين رايحة يا بنتي؟ مو شايفة النار بكل مكان؟ وقفي انقذي حالك بالأول ماما. حتى تقدري انك تشوفي. يلا امشي. شو مجنونة انتي؟ عفوا اذا في حدا جوا يطلع فورا. في حريق بالفندق لو سمحتوا بسرعه من هون. بسرعه امشي. لو سمحتوا اطلعوا بسرعه. في حدا هون؟ يلا بسرعه بسرعه اطلعوا. يلا من هون من هون. مرحبا في حدا؟ ردوا ردوا علي. نفلت البواب لحالة بسبب نظام الأمان الموجود. Ugh!